الحقيقة من سنة بالظبط انتشرت أخبار قوية جدا عن فراولية السينما الفنانة ياسمين عبد العزيز. الأخبار دي كانت بتقول طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. كلنا عارفين طبعا إن ياسمين مرت بوعكة صحية شديدة جدا، واتكلمنا عنها في فيديوهات كتير. أحمد العوضي كان الداعم الأول والأخير ليها، والحياة في الحياة الفنية أو الحياة الاجتماعية هم قابل هايل جدا. انتشرت أخبار بعد كده بعد كل اللي حصل، وخصوصا بعد نجاحهم في مسلسل اللي ملوش كبير، واتقال إن هم انفصلوا واتطلقوا. وبالبحث والتحري عرفنا إن كل الأخبار دي ما هي إلا إشاعات. طبعا انتوا عارفين الإشاعات بتنتشر جدا جدا في مصر، وخصوصا لما يكون عن حد من الفنانين اللي بنحبهم، إشاعات جواز وطلاق وموت وغيره. النهاردة الأخبار دي انتشرت مرة تانية، طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بيهز الميديا. ايه الحقيقة وايه اللي حصل وايه كواليس الموضوع ده؟ تعالوا مع بعض نعرف ونشوف تصريحات اخيرا من احمد العوضي هيكشف لنا عن حقيقة الموضوع وحكاية انفصاله عن ياسمين عبد العزيز. احمد العوضي صرح وقال: يا جماعة انا قلت من سنة بالظبط ان انا هنفصل عن ياسمين عبد العزيز، والموضوع ده اتكرر تاني، لكن القصد هنا هو الانفصال الفني مش طلاق بعد الشر. انا بقول هنفصل عنها فنيا، ولو في حاجة مناسبة لينا احنا الاتنين نقدمها مع بعض اكيد هنعملها مع بعض. اما انتشار الاخبار دي ما جاش من فراغ، وخصوصا بعد اعلان المخرج خالد يوسف عن فيلم الاسكندراني واللي هيقوم ببطولته احمد العوضي. هيكون معاه مجموعة من المع النجوم زي الفنانة زينة وبيومي فؤاد والفنانة انتصار وحسين فهمي ومحمود حافظ ومحمود الليثي وصلاح عبد الله، وزي ما قلت لكم مجموعة من المع النجوم. ان شاء الله يكون فيلم ناجح. ومن هنا بقى قالوا ليه غابت ياسمين عن الاشتراك مع احمد العوضي في الفيلم دو، وانتشرت من هنا الاخبار عن طلاقهم. والحقيقة الفيلم دو اللي هيعود بيه المخرج خالد يوسف بعد غياب 5 سنوات، غيابه عن السينما بعد اخر فيلم ليه عام 2018 هو فيلم كارما. اما بسؤال احمد العوضي عن دوره في فيلم الاسكندراني فجر لنا مفاجأة، وقال ان الفيلم دو هيأدي فيه شخصية مختلفة جدا عن كل الادوار اللي عملها قبل كده، شخصية فيها دراما واكشن وحاجات تانية كتير. وصرح وقال ان هو مبسوط قوي ان هو هيشتغل مع نخبة من المع النجوم، وان شاء الله بنتمنى لاحمد العوضي وكل نجوم الفيلم ان الفيلم يكون ناجح ويكسر الدنيا زي ما بيقولوا. كمان نتمنى لياسمين عبد العزيز ان هي تقدم لنا في الفترة اللي جاية فيلم رائع في السينما، وده لاننا كلنا عارفين فراولة في السينما لما بتقدم فيلم ما شاء الله عليها بيكون فيلم ناجح. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشت عيوني وفكرتوني باللي كان. يلا قولولي دلوقتي ايه اكتر فيلم بتحبوه لياسمين عبد العزيز في السينما، والاستفتاء ده هيكون عن احب افلام ياسمين عبد العزيز لكل الجمهور. يلا اكتبوا بسرعه بتحبوا لها ايه. انتظروني ان شاء الله في حلقه تانية من قناتنا ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم.